الحاتي والبعبع والترللي. عشرات من الألفاظ هتستغرب جداً لما تعرف أصلها وفصلها. الفيديو ده هيخليك تتأكد إنك مصري أصيل ومأصل، لا تايواني ولا صيني ولا ابن محتل زي ما بيقولوا الإفروسنتريك. تعال ناخد فكرة وفي السريع ونعرف مع بعض إيه أصل الحكاية وفصلها. لو أنت مستتقل دم حد هتقول له إيه؟ ده أنت عيل غتت كده. بقى انت بتتكلم هيروغليفي ابا عن جد، وما تستغربش لان الكلمه دي بالظبط كان بيستخدمها المصري القديم عشان يوصف نفس الشخصيه. ايوه الشخص الغتت ده، غير كلمات تانية اصلها من اللغه المصريه القديمه وبنقولها زي ما هي بالظبط وبنفس معناها من اكتر من 3500 سنه من غير اي تعديل، زي ترللي يعني واحد عقله خفيف كده ومش رزين. ولفظ انت بتخم يعني لما نقول فلان بيخم علان في اللعبة، وألفاظ تانية كتير زي كلمة ميح وكلمة بح يعني انتهى، وكلمة ياما اللي هي كتير يعني، وكلمة هوسة يعني دوشة أو صداع. ولما حضرتك بتوصف شخص عجوز إنه مكحكح فأنت كده مش بتهينه ولا بتشتمه، أنت كده بتقوله باللغة المصرية القديمة يا عجوز، الله عليك يا مصري يا مقصل. اما بقى شويه المصطلحات اللي بنقولهم للعيال الصغيره زي كده كخه وتاتا تاتا وحبه حبه يعني خطوه خطوه وبالراحه، والطفل الصغير كمان اللي بنقول عليه نونه، كل دي مصطلحات مصريه قديمه بنقولها في مصر من الاف السنين سواء في الريف او في الحضر. ده غير الفاظ وكلمات تانيه كتير زي كلمه كركر يعني يضحك، وكلمه ست يعني سيده، وكلمه فط يعني نط. في بقى ألفاظ تانية غير المصريين فيها شوية كده حرف ولا حرفين بالكتير، بس هي أصلا هيروغليفي، زي مثلا إنك تكون متغاظ من حد وتقول له هبطحك، أنت كده استخدمت لفظ عتيق عمره 7000 سنة، لأن كلمة بطحة أصلها بتحة باللغة المصرية القديمة ودي معناها الضرب على الرأس. حتى الحمار لما بنقول له حا فهي في اللغة المصرية القديمة كانت عا، يا دوبك بدلنا حرف بحرف. ولما كنا بنخوف العيال الصغيرة ونقول لها الحق البعبع، فالبعبع ده هو كمان كلمة مصرية قديمة أصلها بوبو يعني عفريت في اللغة المصرية القديمة. ومش هتصدق بقى لو قلت لك ان كلمة حاتي هي واحدة من الكلمات المصرية القديمة العتيقة، ده الراجل اللي بيشوي على اللحم على الفحم يعني، لان الكلمة دي اصلها حات حري ودي في اللغة المصرية القديمة تعني الجزء الاسفل من ساق الماشية الكوارع يعني. اما بقى كلمة هم هم فدي بقى كلمة مصرية قديمة، وحسب ما بيقوله الدكتور عبد الحليم نور الدين عالم المصريات ورئيس مصلحة الآثار المصرية الأسبق في كتابه اللغة المصرية القديمة، فالمصري القديم أطلق على لغته فم مصر أو لسان مصر وكلام مصر، وكان بيقدر لغته جدا لدرجة أنه وصفها بأنها كلام الإله أو الكلام المقدس. اللغة المصرية القديمة من أقدم اللغات في التاريخ الإنساني، والباحثين بيعتبروا أنها أثرت على لغات تانية كتير زي اليونانية. وبالمناسبة المصريين القدماء ما سموش اللغة بتاعتهم اللغة الهيروغليفية ولا حاجة، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، مفيش حاجة اسمها اللغة الهيروغليفية أصلا، لأن الهيروغليفية ده اسم الخط اللي اتكتب بيه اللغة المصرية القديمة مش اسم اللغة نفسها خالص. ومعنى هيروغليفي باليونانية يعني الكتابة المقدسة، لأن الكهنة كانوا بيستخدموها في الكتابة على جدران المعابد، وبعد كده ظهر خط تاني اتكتب بيه برضو اللغة المصرية القديمة وهو الخط الهيراتيقي ومعناها برضو باليونانية الكهنوتي، وهو تبسيط للخط الهيروغليفي وكان بيكتب بيه الكهنة على أوراق البردي. وفي عصور أحدث اتكتبت اللغة المصرية القديمة بالخط الديموطيقي ودي أبسط من اللغة اللي قبلها، لغاية ما ظهرت اللغة القبطية مع بداية الاحتلال اليوناني لمصر، وهي لغة ظهرت من أساس اللغة المصرية القديمة. واللغة القبطية كان ليها دور كبير جدا في فك رموز حجر رشيد وبالتالي فهم اللغة الأم وهي اللغة المصرية القديمة وبالتالي فهم حضارة مصر كلها بعد كده. للأسف خلصت حلقتنا، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب طبعا عشان يوصلك كل جديد من خد فكرة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة، باي باي.